تمام. امسك الشيت من الناحيه دي وافك الكلام من ناحيه واحده واروح جاي منزل الشيت ومنزل عليه الكلام بشكل تمام والعكس من الناحية التانية بالشكل ده كده تقريبا ما عادش فيه اي ليكج من اي حتة من الكلام تمام. نعيد تاني على الليفر الانفيرجن بسرعة اهو 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 الناحية دي كده تمام.